السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد مسازر من قناة بوت الغلابة، ويا رب دايما اكون بتاع الغلابة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويعود علينا الايام والشهر الكريم ده، شهر عظمة جدا، ربنا يا رب يدينا على قد نيتنا في الشهر ده. فالنهاردة بقى معانا ماتش، مش ماتش، انا النهاردة عملت موضوع مختلف، فكرت بما ان المنيا فضل لها اسبوع 7 ايام بس، فقلت احاكي ماتشات راس المنيا اللي فاضل عليها اسبوع. يعني انت شايف هنلعب ماتشات راس المنيا اللي هتحصل كمان اسبوع، بس الماتشات المهمه منها بس، يعني هنستثنى الماتشات اللي مش مهمه دلوقتي. بقى انا حضرت العرض في راس المنيا، اول ماتش هيبقى اوستن سيري ضد جون سينا عزام الدبليو دبليو يونايتد ستيت شامبيون شيب، وبعدين كده تاني ماتش فان بيلر ديمن كينج قدام ايدج هيلن سيل، طبعا ده هيحصل في راس المنيا. وهي تالت ماتش والعظيم واللي هياكل الاضواء في راس المنيا كلها، شيمس درو ماكنتاير جون سار على حزام الانتر كونتيننتال تشامبيون شيب. وهنا رابع ماتش، الماتش اللي انا مش واكله اصلا ولا بلعه، بس عشان خاطر بروك ليزنر حطيته، ماتش مهم لبروك ليزنر مش ينفع، وتقريبا اصلا ممكن الماتش ده ما يحصلش لان بروك ليزنر فيه مشاكل معاه ومع الاتحاد دلوقتي بسبب الماتش ده. وبعدين كده الماتش المرتقب، انا ما عرفتش احط الحزامين للاسف، اللعبه مش بتخليك تلعب على حزامين لو هما مع واحد بس، يعني حزامين مع رومان رينز مش هينفع العب بيهم، لازم العب بحزام وحزام. كان ممكن اخلي حزام مع كودي وحزام مع رومان، بس قلت لا كودي مش معاه حزام كده، هنحور في الموضوع. بس كان الموضوع الاحلى ان احنا نلعب على حزام واحد برضك، ويكون المعنى وصل في المين ايفنت. دلوقتي يلا بينا نخش على الانترو، بعدين كده نبدا العرض. بداية المباراة هنا نختار جون سينا اكيد، سيبك من اوستن سيري، اوستن سيري فيوتشر، ولا اقول لك والله ممكن جون سينا يكسب، بس ما اعتقدش جون سينا يكسب اصلا عشان خاطر الحوارات اللي حوالين منه والافلام والتمثيل والكلام ده، مش هيفضل ان هو ياخد الحزام ويظهر بيه كل اسبوع على الروف. فاحنا نختار اوستن سيري. واول مباراة اوستن سيري ضد جون سينا على حزام اليونايتد ستيت شامبيون شيب، فلنبتدي بحلبة راس المنيا 39 الجديدة. بس انا مش شفت الحلبة بس شكلها رايق، هو الواد اللي عاملها دي من 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 صناع المحتوى اللي هم في الانشاءات، عاملها صعبة مظبوطة، يعني قريبة جدا من راس المنيا اللي فات، قريبة جدا من راس المنيا اللي ممكن تحصل. فمش عارفين ممكن هي دي او لا، مش عارف. جون سينا دخل معانا، والمباراة الأولى على حزام اليونايتد ستيت شامبيونشيب، جون سينا ضد أوستن سيري. يا ترى مين اللي هيفوز بالماتش؟ هنعرف في الماتش. الشكل بتاعه الجديد دوت موجود، أنا كنت شرحه إزاي تعمل الموضوع دوت، فهو دوت الشكل بتاعه الجديد الدقن. والمباراة الأولى كده على حزام اليونايتد ستيت شامبيون شيب، عايزينها مباراة قوية ورائعة تليق بتاريخ جون سينا، لأن أوستن سيري لسه موهبة صاعدة برضك. أنا متوقع للراجل ده كتير، الراجل دوت بدايته كده زي بداية سيس رولينز. شوف أنت سيس رولينز دلوقتي من الجريدز في أول تايم، مش في أول تايم، من أفضل 3 مصارعين في العالم سيس رولينز، كان بدايته نفس بداية اوستن سيري كده، السلطه بتساعده وبيكسب بالغش والكلام دوت، واخد بالك؟ واوستن سيري برضك بدايته عامله زي بدايه جون سينا، هو نسخه جديده من جون سينا. يلا المباراه هتبدا على ماتش على الماتش اللي على حزام اليونايتد ستيت شامبيونشيب. جون سينا عارفه كويس يا ابني، ده هو اللي عمل اللقب دوت. تحس يلا نبدا المباراه. سينا سيري ولك راح الجرس يا ابن عمي، ابدا. هو انا بلعب اوستن سيري، يلا مش كنت واخد بالك، واخد بالي ان انا بلعب بجون سينا. جون سينا بيعد من الاول كده، لكن اوستن سيري يفلت. اوه ابلع، تعالى تعالى، ذا بيست، اي ام ذا فيوتشر مان، اي ام ذا فيوتشر، ابلع.
تعرف تعمل دي؟ مش تعرف تعملها، مش تعرف تعملها يا زينو. روتليس اجريشن، جون سينا دي الجمعة الشهيرة اللي قالها في بداية مسيرته. روتليس اجريشن. اوه اوه ابلع. اوه سنسير يفلت. اوعى يالا اوعى يالا يالا. في ضربة تحت الحزام، في ضربة تحت الحزام، في ضربة تحت الحزام معايا. اه اوستن سيري كزر. هنا فورم سلام ومعانا حركة فينش، هنشوف حركة فينش بتاعت اوستن سيري عاملة ازاي. اوه الليج دروب. ثبت ثبت ثبت. مباراة تخلص على السريع ليه؟ مباراة تخلص على السريع ليه؟ 1 2 لكن سينا يفلت. وبلع سينا صد. سينا يرجع للمباراة. سينا سينا احتفل مع الجمهور وده قرار خاطئ جدا لان اوستن سيري لسه مش حصل له حاجة. اوستن سيري يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ باردوك دروب. سينا صد. سينا عمل كامباك. كامباك من سينا. كامباك من سينا. اوه ما لحقتش. 16 تايم وورلد تشامبيون. مش معاه حركة. مش معاه حركة. سينا معاه. اوه اوستن سيري يفلت. سينا معاه حركة فينش. بس اوستن سيري معاه فينش ايه؟ ابلع. يلا يلا اوستن سيري معاه حركة فينش برضو. هيعمل حركة فينش اوستن سيري لتاني مرة على جون سينا. واعتقد ان دي النهاية. اعتقد ان دي النهاية. تعالى التايم داون. هوبلا يثبت ولا ايه؟ هيكسب هيكسب. اتوقع انه يكسب. اه سينا مسك الحبل. سينا مسك الحبل وفلت على اخر لحظه. ذكاء سينا تفوق على الغباء بتاع اوستن سيري والمباراه لسه مستمره. سينا هيعمل ايه؟ سينا هيعمل ايه؟ سينا هيعمل ايه؟ سينا بيثبت. سينا بيثبت. اوستن سيري يفلت برضه. اوستن سيري يفلت. اوستن سيري مش لاقي نفسه. اوعى سينا عمل حركة ازاي ما بعملهاش. سينا اوه سينا بيعد رباط الكوتش يا جدعان. سينا بيعد رباط الكوتش. اوستن سيري بيموت عادي. باور بوم على الارض. اعتقد ان اوستن سيري مات. اعتقد ان اوستن سيري مات. هنعملها ولا ايه؟ نعمل الكامباك؟ نعمله بو اللي حصل ده؟ ده مش الكامباك. يخرب بيتك. سينا كسب بس اوستن سيري عمل حركة خارجة جدا بس مش عارف انا عملتها ازاي. انا كنت عايز اعمل كامباك بس للأسف هو ده اللي حصل. وبكده يكون سينا كسب معانا بس الحزام لسه مع سيري واتمنى ده ما يحصلش في راس المانيا. اتمنى ان سيري يكسب. بس ما يبقاش فوز نظيف برضك عشان جون سينا يبقى ليه هيبه برضه. خروج بقى نلعب المباراه الثانيه والمباراه الثانيه معانا من افضل المباريات برضك اللي انا نفسي اشوفها في راس المنيا. ايدج قدام ديمين كينج. احنا هندي ديمين كينج فرصه. سيبك من ايدج. والقفص المعدني برضك انا في اخبار جايبها لكم. ايدج هيخش اهو القفص المعدني ده كان الاول بقفص احمر بس هيرجعوا للون الفضي تاني ويدونا الحماس بتاع زمان. من افضل ماتشات القفص اللي انا شفتها في تاريخ اللعبة كله. هو ممكن ما يكونش من الافضل من اداء بس الافضل مني من ناحية الحاجات اللي حصلت فيها والاثارة والتاريخ اللي حصل فيها. ترابل اتش ضد اندرتيكر في راس المنيا 28 لا 27 27 عشان خاطر مش 27 اه 27 راس المنيا 27 لما شون مايكلز كان الحكم خاص. معرفش في حكم خاص هنا في اللعبه ولا لا. واتمنى ان هم يكونوا ضافوها. لاول مره بعد خسارته في اكستريم رولز قدام رومان رينز يظهر ديمون كينج. سيستر فان بيلر قال له انا هبعت لك شياطيني. ويجي قال له انا مستني شياطينك وانا مشيت فافهس الجحيم مع الراجل الميت بنفسه وطلعت منه سليم.
يعني قصده على اندرتيكر لما لعب اندرتيكر في الليل ان سيل. فالمباراة دي انا متوقع منها حاجات كتيرة جدا، وهتكون مباراة عظيمة برضو، واتمنى ان هي تكون على قد التوقعات وما تبقاش مباراة عابرة كده وخلاص. The Demon King Finn Balor. يلا عشان مش فاضيين خليه يعمل واحد الرفعان ليه دي، بحب اجود الدخله بتاعه ديمون كينج، بموت فيها الدخله بتاعه ديمون كينج. طبعا في ناس ممكن ما تلاقيش فان بيلر موجود في اللعبه عندهم، انا منزله برضك من فان بيلر اللي هو ديمون كينج، مش موجود في اللعبه مش عارف ليه للاسف. انا منزله من شات المجتمع وضيف له موسيقى ان شات المجتمع ازاي تفتحها موجود شرحها على القناه، وازاي تحط موسيقى في اللعبه موجود شرحها على القناه. خش على القناة وممكن اسيب لك الروابط بتاعهم في الديسكريبشن، شيك على الديسكريبشن وانت نازل على الديسكريبشن كده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتعلق على الفيديو بتعليق جميل كده عشان ندعمنا تدعمنا ان احنا نكمل. فان بيلر بقى دخل والقفص هيقفل، بس لحظة بقى عشان الحتة اللي انا بحبها في الدخلة بتاعت فان بيلر من 2016 انا متابع فان بيلر اول ما ايجا الـ NXT كان عمل عظمة هناك 2016 هي 2015 في NXT 2015، هو لما يجي 2016 في الدبليو دبليو على طول خد فرصه لليونيفرسال تشامبيون شيب، وللاسف سلم الحزام تاني يوم كان بيلعب قدام سيس رولينز وحصلت له اصابه في كتفه في الماتش ده في سامر سلام 2016، وسلم الحزام تاني يوم للاصابه دي. من وقتها فان بيلر ما خدش الا حزام اليونايتد ستيت شامبيون وحزام ال الانتر كونتيننتال تشامبيون، وما رجعش تاني لواجهة البطولات من جديد للاسف. يلا يا عم فين، يلا المباراه القادمه معانا فين بيلر قدام اتش في الهيل ان سيل. ابلع ما الماتش مفتوح بقى، اوه يلا مش لحق، تعالى يا صاحبي بقى ابلع ابلع ابلع. حاجة برضك بسيطة عايز اعرفها لكم، بس ما الواد ده على الارض العصا تتكسر يخرب بيتك. اول حاجة عايز اعرفها لكم ان انت ممكن تستعرض بالاسلحة. اج اج يا رب ما فين بيلر يخسر بس في راس المنيا بشخصية الديمون، لو عايزين انه يخسر يطلع بشخصية بتاعته، انما شخصية الديمون احنا كنا عارفين ان هي ما بتخسرش، وخسرت مباراة مع رومان رينز وهو ده اللي دفن الديمون كينج لحد دلوقتي. اتمنى لو طلع بشخصية الديمون كينج يفوز ويحافظ على الزخام بتاع الشخصية. هنا المباراة فان بيلر شكله كده ايه مش سايب ايدج في حاله، والمباراة شكلها كده من بدايتها معروف مين اللي هيفوز. لا كسر الحاجز، واحنا ممكن نكسر الحاجز. اوعى 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 اوه اوه ديمون ديمون فرتكج. ودي بقى الحلبة وكده احنا معانا فينش وحركة فينش. نديله السيجنتشر نديله السيجنتشر نديله السيجنتشر. اوه بوم فين بيلر فوق الحب، فين بيلر فوق الحبل هيعمل فينش. اوه كودي جراكس مش عارف عايز عد ولا لا، يبقى فاز على ايدج والمباراه هتبقى سهله. اوه لا ما ايدج يفك، ايدج يفك، انا كنت متوقع ان ايدج هيفك. اوه علي اوه علي اوه اوه لافس انكسر، القفص انكسر. ويا سلام على الماتش العظيم ده، انا قلت الماتش ده هيطلع في بدايته وحش بس طلع حلو. القفص انكسر وممكن نطلع فوق انا وايدج، هنجرب دلوقتي. بس تم الصعق ده، ايدج شكله طالع فوق. لا نطلع من الناحيه التانيه، تعال 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 بس هنا كده في نص الحلبه يمكن نكسر بيك الحلبه. تعال بقى يا صاحبي، صد الفينش ايدج، صد الفينش ايدج، المباراة مصيرة. مين يا ترى مين اللي هيوقع التاني على 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 اللفظ؟ الحمد لله الحمد لله مش وقعت لسه. ابلع ابلع
ناخد الدوبلكس سوبلكس الافا سنتانا الافا سنتانا الافا سنتانا الافا سنتانا يا ترى مين اللي هيقع؟ اجوع تحت اجوع تحت اجوع تحت اعتقد ان دي النهاية. هي النهاية بتاعت اجوع الماتش السخن دوت. خد 3 نجوم 4 نجوم ونص فامبلا ويا سلام والله حماس حماس. اتمنى الحماس اللي موجود في الماتش دوت يبقى موجود في ماتش راس المانيا. افضل ماتش وانا قلت لكم ان دوت ممكن يكون افضل ماتش في راس المانيا مع ماتش درو ماكنتاير وشيمس وجونسر. فان بيلر يفوز مع مباراه عظيمه جدا وطلعنا فوق القفص وزبير من ايدج على فان بيلر عليا. بس ماتش كان كلاسيكي تماما وخد 4 نجوم ونص. كنت اتمنى ان هو يقفل 5. تديله خمسة يا راجل ربنا ينتقم منك. شيمس ودرو ماكنتاير وايدج وجونسر. انا عايز الصراحة شيمس ياخد الجراند سلام. معلش الراجل تعب كتير. انا عايز شيمس ياخد الجراند سلام. فاضل له حزام الانتر كونتيننتال وياخد الجراند سلام. فلازم نلعب بشيمس ونديله جراند سلام من حدانا. احنا سيبك من التحدي عم بشيمس انت معايا يعني. نديله جراند سلام من حدانا. بس خايف اخسر. خايف اخسر. انتر كونتيننتال تشامبيون شيب. حزام عظم الله. افضل من التصميم القديم. شيمس جانسر درو ماكنتاير. مباراة ولا اروع. المباراة دي لازم تطلع 4 نجوم، لازم تطلع 5 نجوم، الاتنين يشكلوا على جونسر عشان هما أصحاب وأخوات من أيام مدرسة النوراشي. ولا ابلع 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 ووو درو ماكنتاير يفلت. ابلع ابلع ابلع. انا اللي نزلني. اوه درو ماكنتاير ينزل علينا احنا الاثنين بس هو اللي اتأثر اكتر. انا اطلع فوق امسك الهامر بتاعتي. اوه مش لاقي تعمل بقى حاجه. اوه ما فلتت فلتت. واعمل فينش اعمل فينش اعمل فينش. الحمد لله فكت شيمس لحقنا الحمد لله. اصحى يا شيمس. لا ابلع ابلع. الله الله على النار. 1 2 3 جنسر شيمس يفك. اروح للتاني اروح للتاني. عد 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 1 2 تاو التاني عد. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الماتش مش هيخلص الا 5 نجوم. لا الحمد لله حصل خير حصل خير. يجد سليم وديها على المستشفى وديها على المستشفى. يا لا الثلاثة وجعوا يا عيني. الثلاثة وجعوا الثلاثة. فاضل لهم سنة ويجيبوا مصارين وميه. ابلع ابلع. لا لا يا درو ماكنتاير صد. درو ماكنتاير كسب يا لهوي. كنت عايز في مصر يكسب كنت عايز في مصر يكسب. بس الماتش كان عظيم الماتش كان عظيم. وشيمس عمل اداء رائع جدا وجونسر عمل اداء رائع جدا.
والافضل فيهم كان درو ماكنتاير لانه كسب الماتش واخد 5 نجوم كاملين، ودول متوقع ان الماتش ده هيبقى ماتش السنه السنه دي زي ماتش شيمس شيمس وجونسر في كلاش اد كاسل، كان واخد برضو ماتش السنه خد 5 نجوم كاملين الافضل على الاطلاق تقييم المشاهدين للمباراه الحمد لله. بقى كده الحماس اتاخد، بقى احنا نفوت بقى الماتش دوت عشان مش لازمه، هنكسب بروك ليزنر عشان هو اللي هيكسب كده كده، ونروح على المباراه الكبيره بدايه المباراه. اكيد هنلعب بكودي رودز، اكيد اكيد يعني لازم نكسب كودي رودز ايفن داست رودز ده امريكان نايت مير. نفسي الستر بلاك يرجع تاني، الشخصيه الوحيده اللي انا عايزها الستر بلاك بلاك وادم كول، نفسي يرجعوا تاني يعملوا اداء جامد. ونرجع بقى تاني للمباراه النهائيه راسلين رويا فامل كودي رودز رجع تاني وفرصته على اخذ اللقب مستمره النهارده. امريكان نايت مير هيز ارايف يلا نخش على هيد اوف ذا تيبل. رومان رينز ذا جريتست اوف اول تايم، والله عرض جامد، عرض جامد جدا باستثناء ماتش سينا واوستن او سيري، العرض جامد. فين بوليمن؟ بوليمن فين؟ انا جاي مع رومان رينز. عملنا ماتشين عظمه، ماتش واخد 4.5 نجوم وماتش واخد 5 نجوم، والماتش دوت هنشوف مين اللي هيفوز فيه في الاخر. كودي ذا ترايبل تشيف رومان رينز. انا هخلص على الفتره بتاعتك دلوقتي، ايه يا جدع مش في غيرك في الاتحاد ولا ايه؟ والماتش على حزام اليونيفرسال شامبيونشيب عشان مش عارفين نعمل حزامين. يلا نبدا الماتش، نستعنى على الشهاده بالله. يلا يا عم كودي، حلم عيلتك وحلم بلدك وحلم باباك لازم تحقق حلمك وحلم العيله كلها، والقصة اللي عايزة تنتهي. كودي رودز بدي سخن وسوبلكس من كودي رودز لرومان رينز، كده رومان رينز هيسيطر. لحظة واحدة، يلا ابلع، قلت لك لحظة. انا اسف، ذا ترايبل تشيف، انا كنت جايب بول هيمن معاه مش عارف راح فين. رومان رينز هيعمل سوبلكس باور بوم، باور بوم من برا العلبة، قضى علينا قضى علينا. تعالى صح، تعالى صح، انت بتحلو. ابلع بقى، ابلع واحد على البريكيت على الحاجز بين الجمهور، ابلع. طلعوا فوق. تعالى نشوف الحركة هتتعمل ولا لا، الحركة هتتعمل ولا لا. ايوه هي الحركة، ادي حكم ماتش واخد 1.5 نجمة. لكن رومان رينز يفلت كالمتوقع،
الجماهير كلها مع كودي، والجماهير كلها عايزه كودي يحقق حلمه. نعمل واحد على سوبلكس، سوبلكس، لا لا لا، واو. الجماهير بتقول لك ذس از اوسم، الجماهير بتقول لك ذس از اوسم. كادروز اضرب رومارينز، ابلع رومان رينز. كود رينز مسيطر بكل الطرق. رومان رينز رجع، رومان رينز رجع، رومان رينز بدأ في السيطرة والهيمنة. ولا استنى، ايه دي بقى؟ لا لا لا، تاني رامي على الارض. لا لا، الحمد لله انا مش رزعني تحت. اوه يا ساتر يا رب، انا اللي هموت واعرفه بول هيمن راح فين. استنى، باك داج يرجع بضربك، مش عارف انا. كودي رودز، كودي رودز، يلا يلا. انا مصدوم، انا عمال ادوس مرونه مش راضي يدوس مرونه. ابن الصرمه حتى في اللعبه، في اللعبه يا راجل. يلا حصل خير، ثلاث نجوم. انا عمال ادوس مرونه، انا عايز الماتش يوصل لاحسن من كده، بس مش عارف ايه اللي حصل. مش هينفع نغير في الماتش عشان خاطر احنا قلنا اللي هيحصل هنا هيحصل في راس المنيا ان شاء الله بعد اسبوع. تنساش تعمل فولو، لايك وسبسكرايب، وتعلق على الفيديو لو عجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.